قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، قال إن الوزارة تعمل على في المرحلة المقبلة على تسهيل إجراءات التحول إلى الطاقة النظيفة ومنح حوافز خاصة للتأسيس أو التوسع في الأنشطة صديقة البيئة. جاء ذلك خلال قيام الوزير بجولة تفقدية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، تفقد خلالها التوسعات الجديدة صديقة البيئة بعدد من المشروعات القائمة، حيث أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق نمو سريع ومستدام في الاستثمارات الموجهة للتصدير.